نشكروا على هذا الخير اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، ولكن راه حنايا ضرينا بمعقول، زيتونا مشى، فلاحتنا مشات، كاع داكشي اللي كنا كنتمناو باغي نهزو هذا العام باش ناكلو فيه كامل حنا ووالدينا كله زاد، زيتونا كاملين 2000 ديال الزيتون حبه ما بقات فيها، وحنا راه كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا معنا الوزاره ديال الفلاحه ويشوفوا معنا ويديروا معنا شي تعويض ولا شي حاجه، راه حنايا مضرين معنى الكلمه، حنا راه ما بقى عندنا حتى شي حاجه. ها انت فلاحتنا هي كلها زادت، كانت فيها متر ونص ما بقات حتى حاجه، هو كلشي راه نتوما كتشوفوا بعينيكم حتى حاجه ما بقات. ام الوالدين اللي يلقى الواد الحار والدار على الديره هربت ليا كلي انا وسمعت على الناس، الله يرحم الوالدين راه هربت عليا اللي خارجه في الخلا وقاعده انا وثمانيه ديال الناس، الله يرحم الوالدين. ما عندي لا ما ناكل لا ما نشرب لا ما نبيع لا ما ندير شي حاجه باش نبني ولا باش نقاسي شي حاجه، الله يرحم الوالدين. كونوا شوفوا من حالي، شوفوا من حالي، الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالي، راني محنا بزاف لهنايا وهاد الوليدات وبو قليل صحة ما عد ولا فوق الارض لا تحتها، الله يرحم الوالدين، الله يرحم من خلاكم ومن وراكم. حنا من البارح الله يجازيكم بخير، الله يطول عمركم، الله يدير بحسابكم، ما عدناش الواد الحار، خلينا الفيضان، بيتين فايقين، هاد الناس رابت عليهم الدار، وانا راب لي الحيط من الداخل، فاضت لي حاشاكم الطواليت كلها، فاضت لي على وليداتي، وليداتي صغار، وبيتين فايقين، وبيتين ما رقدناش، وما عدناش الواد الحار، ولو وقفنا معاهم خاصهم يوقفوا معانا يكونوا رجاله، كان وقفوا عليهم وكالتاخموا عليهم وكالقدموهم، ولكن ملي كنقدموهم هما كيبخرونا حنا. رحنا حالتنا والله اللي مطالع بينا، وجوا تشوفونا وخرجوا تشوفونا، الله ينصركم والله يحفظكم والله ينصر سيدنا والله يطول لي العمر والله يدير بحسابه، ولكن رحنا ضايعين جماعة العرارشة جماعة الهيادلة، رحنا ضايعين ورحنا مكرفسين وبيتين فايقين وهازين وليداتنا ما معاشينش في الليل وما فاطينش اليوم وما مغدينش، الله اللي عالم علينا، رحنا مكرفسين كاملة جماعة العرارشة دخل ليها الفيض، وكاملة ما نعساتش وكاملة ما رقدتش وكاملين بيتين سرتوا في القوادس، ما عدناش القوادس وما عدناش الواد الحار، ورحنا مكرفسين ومحنين والفلاحة ضاعت، والناس اللي كنا عايشين معاهم ما بقى عندهم والو، كنا خدامين معاهم وعايشين معاهم ما بقى عندهم والو، الله الله غالب ما بقاش، ودابا شوفوا من حالنا، الله يجازيكم بالخير، والله وسيدي محمد الساتيت لما يكون معانا جزاكم الله بالخير لما شوفوا من حالنا، رحنا مكرفسين ورحنا بيتين الله اللي عالم علينا. السلام عليكم، هنا 30 قطار الله يجازيكم بخير اللي ضاعت لينا، ها هي ما بين الفلاحه وما بين الكامون. الكامون خسرنا عليها شحال من مليون، راه فينا هي، ها هي الله يجازيكم بخير، راه فينا هي، هذيك بلاصه اللي حمراء راه فينا هي، هذيك راه كامون ضعنا فيها، وهذه راه فلاحه ها هي، ها هي كل شيء انتم تشوفوا بعينيكم، وحنا حمدنا الله تعطى لنا الله، ولكن كرائي الجامعه راه ما كيشوش. كان رأي الجماعة البارح الفيضان ضرب لنا الدوار كامل، وكيجيب البومبية كيجيبها الناس جيران عنده، وحنايا ما شافش فينا، حنا حتى اليوم عاد كنديروا الضمان الله يجازيكم بخير، وها هي الخير ربي، حمدنا الله، اللهم لك الحمد، حمدنا الله، ها أنتم كتشوفوا الزيتون راه ضعنا فيه، ها هو الله يجازيك، هذا راه زيتون، ها هي 2000 جدر، 2000 جدر ها، 2000 جدر تبارك الله، ها هي، ما بقات فيها حبة. ما بقات فيهاش حبه الحمد لله، اللهم لك الحمد. الله يجازيكم بخير، راه وليداتنا راهم بايتين الليل كله، وليداتهم صغار، وبايتين شادين الليل كله، كيشدوا في الما يخرجوا فيه، دخل عليهم الفايض، وتكرفسوا، ولادهم، حوايجهم، كل شيء بايت في الخلا، الحيوط بغا يطيحوا عليهم، الدار كلها راه رابت. الدار كلها رابت عليهم، راهم دروكان راهم قاعدين حوايجهم حاطينهم مع الناس. باش يديروا لنا الواد الحار ويدير لنا داك الشو ويعود المدايز ويحيدوا علينا هاد السروبه وهاد الشيء، الله ينصروا الله ينصروا الله يحفظه الله ينصر سيدنا، راه سيدي هاد الشيء راه محنونا البارح راه تمحنا بزاف بزاف جماعات الهيادنا. شوف ها انتم ها زيتون قرط زيتون قرط ضرر زيتون قرط ضرب كامل هذا طلع جاب عطيه واحد 15 عام طلع كامل ضربت هذه هاد الزيتونه كامل صغر هذا راه ديال السقي بلا حدا سقي هذه الحمد لله الحمد لله زيت راه كامل تزاز كله وحمدنا الله حمدنا الله انت تشوف هذا راه كامله جلبانه ما بقاش حس ديالها كاع مره خات انت الحمله جابتها والحجر اللي كيطيح الحجر هنا الحجر طاح الحجر طاح الحجر اللهم لك الحمد ترى الهيل جا العادي حاجه ما بقاش
لان الحمد لله الجماعه عندنا العضو ديالها وما كيهضرش علينا، كيهضر نعم سي يهضر على كرئيس عندنا ديال الجماعه، هضر على جيرانه جاب لهم بومبيه. والله يرحم الوالدين، حنا كنطلبوا من المسؤولين رانا هزنا هاد الناس، راه هزهم صابوني من الواد الحار. الله يرحم الوالدين، احنا تكرفصنا دخل علينا الماء، احنا بيتنا برا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين اللي ما داروا لنا الواد الحار. حنا كنطلبوا من الله الله يزيد فينا. ما نهزناه ما شناه ودخل علينا الماء.